اهلا عمي عبد الله، صباح الخير. صباح الخير. دخلك كأني سمعت صريخ وعيطة برا، او كنت عم بحلم انا. لانك انت للسهرانية عم بتشوف احلام مزعجة. لا جد، كأني سمعت صريخ وشريعة. صاحبك مسعود شرف مع جماعته يطالبوا بديون رستم، وقال لهم اذا ما دفعنا بيشوفوا شو عنا بالبيت وبياخدوه. ليش ما وعيتوني؟ هيك بتتركوني نايم؟ ولشو دخلك؟ حتى تزيد الطين بلة؟ كيف لشو؟ شو صار؟ قومي أم حبيب، عملي معرفة، عملي لنا قهوة. يعني انت روق هلا، خلينا نشرب قهوتنا وتفتحي عيونك حتى نخبرك. أنا رايق بس بدي أعرف شو صار. صار إنه إجا مسعود وجماعته بعتهم رستم، ما لحقوا وصلوا قدام الباب، كنا وصلنا أنا وأمل. وبعدين؟ وبعدين قدمت أنا تأتفهم معهم بكل محبة ورواق، لكن مرتك البطلة كانت فاتت لجوا أخذت الفراعة وظهرت. وبعدين؟ وبعدين عملت لهم نقف الدين مرعوت يعجب خاطرك، غسلتهم من فوق لتحت، بهدلتهم إني ومعلمهم، لا خلت ولا بقي. وبعدين؟ ولك شو بيك لحقني بعدين بعدين؟ بعدين مرتك طلعت أخت الرجال وحياتك فلوا من قدامها مثل القبابيط، بهدلتهم هني ومعلمهم، أخذت عليهم هالفراعة وقلتهم استرجوا حطوا إجراك جوات البيت. تفضلت وشفت صاحبك مسعود شو جاي يعمل؟ يعني راحوا شحط زعلانين وخايف يزعل وياخد على خطرهم؟ هيدا رستم مصيبة، مش رح يحل عنا قبل ما نعملنا شي مشكلة كبيرة نحن وياه. الهيئة جلده عم يرعاه ومش رح يسكت إلا ما ياكله شي قتلي. يا رب الله معكم يا جماعة. أهلين بالمختار. تفضل تفضل. كيفك يا عبد الله؟ أهلين الحمد لله. شو قصتكم يا جماعة؟ شو بو مسعود رايح من هون عم بكرفت ويسب هو أصحابه؟ عم بكرفت ويسب؟ إنه إيه رايح زعلان؟ بيلبق له يا عيني على هيك أصحاب. ميتك بتحبك يا مختار. أهلا من حبيب. ما بدك بالأول نعرف إذا عندي حمل لنعرف إذا بتحبني أو لا. مختار أنتوا أنا ما عنا لا حما ولا مرة، بيني وبينكم منيح المكان عندي مرة كانت هربت مثل أميني. عجبك يا مختار؟ قال شو رستم أفندي بعت لنا مسعود وجماعته ليطالبوا بديونه. ايه؟ وقال إذا ما دفعنا ليشوف شو عنا بالبيت ياخدوه. لا بلا، ولو ما كون قدوا وقدود كانوا أخدوا كل اللي بدهم إياه. إيه؟ وأنت وين كنت يا حبيب؟ كان نايم، الله ستر اللي كان نايم، وإلا مين بيعرف شو كان صار. بس اختك امل ما قصرت فيهم، وحياتك بهدلتهم هني ورستم افندي، ما عرفوا كيف خلصوا منها وراحوا مش مصدقين انه ما اكلوا ولا فراعه. والله والله ست امل. يا مختار ما عاد بدها، مش لازم بقى نخضع لرستم. صحيح انه عم بيديننا مصاري بس عم بياخد فايده، وفايدته مش قانونيه. ما رح ننسى شو عمل فينا وقت ما اجت العاصفة وخربت بيتنا، سنة وحدة ما كان ينطر. بعرف بعرف، على كل إن انتو هلأ لازم تروقوا. ليه هو عم بيخلينا نروق؟ ما كل يوم بيخترع لنا مشكلة جديدة، ساعة كرمال الولاد، ساعة كرمال موزة وعروس. خلص القصة ما بقى بدها، يا بدو ينوضع له حد لتصرفاته، يا أما بدو يوقعنا بكارثة كبيرة. ولازم الضيعة كلها توقف بوجهه. لحظة شو يا مسعود؟ أمحى ولا شعيري؟ والله يا بايك هالمرة لا أمحى ولا شعيري، فراع. شو يعني فراع؟ احكي قول. بعلمك عم نتفاهم نحن وأم حبيب وماشي الحال، إلا بتطل ست أمل ومع فراع. وين بوج مسعود؟ وحياتك يا بايك عديت للمليون، بنفضها شي كف بهر الأسنان. سألت يا صبي حدا بيحط عقله بعقل مرة؟ مرة؟ هيدي مرة؟ هيدي رجال ومكترة. والأنكى من هيك، يلا من هون وبعت لي القبضاي اللي بعتك. وين داغر؟ تركته بالقهوة مع الشباب. خليك انت وداغر مع الشباب. دقيقة بس بغير تيابي وجاي لبي دعوة الست أمل. فوتوا على القهوة وشوفوا شو في جوا. يلا يا داغر انتوا الشباب. وينكن يا قبضايات؟ شو لصه؟ ولا رستم اليوم يومك. معي حبيب خليني احكي. يا رستم افندي ما بعتقد انه الجماعة غرب عنك، بعدين حضرتك كل عمرك تتعامل انتو اياهم، في شي مرة اكلوا لك حقك؟ رستم افندي ولك عم تقوسي كمان ومعك بارودة؟ نسيت يا رستم افندي انه عمي ابو حبيب صياد باهر ورجال اكتر منك. ولا دي غير رد العنزي على ابو بسرعة. رؤي يا حبيب
بلقى عم الشغل ما بدها هالقد. بدها هالقد واكثر. خليك فايقه يا ست امل، عم تقوسي علي. ها عم تقوسي علي؟ صارت تعرف تحمل بروده مرت الخواجه حبيب. بفرجيكم اذا خليتكم بهالضيعه. الله لا يخليني. شو قصتك يا امل؟ ليه عملت هيك؟ ما جي بيطلع الخلق يا مختار. ما بقى ينحملوا يا مختار، او بدنا نركع ونسكت للافندي، او بدنا نوقف بوجهه ونخبره ان احنا بشر وقلنا كرامه. طيب طيب روقي، اعطيني الباروده، اعطيني الباروده، شرفه لجوا. يعني لا خليتونا نتهنى بالقهوة ولا خليتونا نفهم شو صار. تكرم عينك، رح بعمل قهوة من جديد. يا عمي هيدا رستم مجنون، كيف بيعمل هيك؟ شو مفكر الناس برغش؟ لأنه ما حدا قال له محل الكحل بعينك عامل عنتر. قالوا له يا عنتر مين عنترك؟ قال له انت عنترت وما حدا ردني. يا جماعة أنا بدي أحكي معكم كلمتين، وبدي إياكم تفهموا منيح شو بدي أحكي معكم. أنتوا بتعرفوا كتير منيح معزتكم عندي، وبتعرفوا أنا وعمكم عبد الله قديه صحاب. ولو يا مختار، شو هالحكي؟ نحن منعرف معزتك وصداقتك لعمي عبد الله. فإذا اسمعوا شو بدي أقولكم، هلأ اللي صار صار، وأنا برأيي ما كان لازم يصير. ليش؟ لأنه كل مشكلة بدنا نحلها بالعنف ما بتجر معها إلا العنف. ليش الحق علي يا مختار؟ أنا مش عم بقول الحق عمين، أنا عم بقول المفروض الواحد بالبداية المشاكل يعالجها بروية وهدوء، وبعدين لما بيوصل على الطريق المسدود حقه يخانق ويقاتل ويقوس ويعمل بده إياه. كلامك ذهب يا مختار، كلام المختار، مختار الكلام. والله يا مختار إذا بدك تفيدنا بتعمل معروف، بتروح لعند رستم وبتفهمه يحل عنا بقى، وبتقول له ما يجرب يلعب بالنار أو يلعب معنا، لأنه الهيئة آخرته رح تكون على إيدي. يا حبيب يا حبيب، أنا بدي إياك تكون عاقل. هلأ بدك مني روح لعند رستم وفهمه وتكرم عينك، رح روح لعنده. بس أنت يا حبيب لازم تدردها بدل ما تحميها. أنت صار عندك عائل ولك يا حبيب؟